الـ RGT المستوى الرابع الأربيجيوز. انت عزفت يا بتاع البيانون وقعت دماغنا. اهلا بيكم، هنكمل مع بعض في كورس الـ RGT في المستوى الرابع. المفروض ان احنا هنبقى متقدمين دلوقتي وابتدينا نعزف الاربيجيوز، بس مش تريادز، يعني مش تلات نوت بس في الاربيجيو، اربعة لاننا هنضيف النوتة السبعة. طيب نتفرج اول اربيجيو. الاربيجيو دوت عبارة عن التفريط بتاع الكورد، يعني لو انت بتعزف الكورد مثلا لا مينير 7 كده، التفريط بتاعه النوتة لما تلعب كل نوتة لوحدها ده بيسموه اربيجيوز. ده بيسموه اربيجيو. ليه بوزيشنز بالظبط زيها زي الباترن بتاعة السلم نفسه او الكورد ماسكة الكورد نفسها. فانت ممكن تقدر تعزف الاربيجيو دوت نوت متفرطة، بيساعدك بقى كتير انك انت لما تيجي تعزف سلالم او تعزف اربيجيوز تاخد اجزاء منها وتدخلها في الحانك وتدخلها في الميلوديز بتاعتك، وفي مثلا لو بتعمل ارتجال تدخلها في الارتجال بتاعك، فبتساعدك باصوات الاربيجيوز دي. في حاجة كمان، لما تيجي تسمع الكوردات ماشية وتلعب عليها الاربيجيوز بتليق عليها، لان الكورد هو نوة الاربيجيوز معزوفة مع بعض، فلما تحط عليها النوة جاية من الاربيجيو نفسه، الجزء بتاع السولو بتاعك من الاربيجيو، بيطلع الصوت متوافق مع بعضه. فتعلم الاربيجيوز هيفيدك ومهم، وبيساعدك انك انت تعمل الميلوديز بتاعتك او تركب انواع من الالحان على بعضيها عن طريق هذه الاربيجيوز. اول اربيجيو هناخده هيبقى اللا مينير 7، يعني لا مينير عادي كورد، كانوا لا مينير كورد عادي، بتضيف على اللا ديت نوتة الصول العادية، بتبقى التون الاصلي نقص منه نوتة كاملة او تون كامل، بتبقى النوتة اللي قبل نهاية السلم. يعني بالنسبة لله احنا بنقف على اللا مينير عند الله، هتبقى تون كامل قبلها هتبقى الصول. الصول ديت النغمة السابعة اللي في كورد اللا مينير 7. طيب البوزيشن بتاعي اللي انا بقدر اعزف بيه الاربيجيو بتاع اللا مينير 7، بالصباع الاولاني على الوتر السادس، الوتر الخانة الخامسة دي اللا، دي الاساس بتاعنا. واحد اربعة، تنزل على الوتر اللي تحتيه تلاتة، وبعدين الوتر اللي تحتيه واحد، فيبقى عامل كده. ده الاربيجيو اوكتاف، وعايز اعمل اوكتاف تاني، تلاتة واحد، وانزل بنفس الصباع على الوتر اللي تحتيه واحد، والصول بتاعتي السابعة على الخمسة، وبعد كده ممكن اقفل على النهاية بتاعتي اللي هي اللا. الاربيجيو بتاع اللا ماينر 7. تاني اربيجيو هناخده الدوميننت 7. دوميننت 7 يعني المتسلطه السابعه، المتسلطه اللي هي خامس كورد في السلم بتاعي. خامس كورد ده بيسموه المتسلط او المتسلطه، ليه؟ لانها بتبقى قويه جدا زيها زي الاساس بتاع السلم. يعني لو انت في سلم دو ماجير مثلا، اول نوته اول كورد عندك هيبقى الكورد بتاع الدو ماجير. الكورد بتاع سول ماجير بيبقى في قوة او اقوى اقل قليلا من الدو ماجير اللي هو اساس الكورد، واللي بتبقى النغمة الخامسة من اي سلم الكورد بتاعها بيبقى ميجر، وممكن اضيف عليه السبعة بتاعته. يعني لو مثلا في حالة اللا 7، اللا 7 هيبقى الكورد بتاعي لا دو دييز مي اي سي شارب اي، وبضيف عليها جي كمان اللي هي السبعة بتاعت السلم او بتاع السبعة بتاعت الكورد اللي هو الـ A major او الـ A dominant 7. طيب السبعة دي طعمها هيبقى ان انا دلوقتي بالصباع التاني على الوتر السادس، ده الترياد او التلات نوت بتوع كورد ماجير، لا دو دييز مي، وانزل بالصباع التاني يبقى اتنين واحد اربعة، والوتر اللي تحتي اتنين، دي السبعة بتاعتنا اللي هي السول.
التاني 2 1 4 2 وانزل باتنين دلوقتي وبعدين 4 2 1 على الوتر التاني قبل تحت على طول في الخانة الخامسة والرابعة هنا عشان تديني السابعة بتاعتي وانزل على اللا فديت لا الكورد اسمه لا ماجير بس بحط السابعة بيسموه لا دومينانت 7 او لا 7 على الكورد الـ A7 اخر ارباجيو هناخده لو الـ A7 ديت بس مش السبعة مش السبعة الصغيرة مش اللي هي تون بينها وبين الاساس نص تون بس فهتبقى بدل السول هتبقى سول دييز اللي قبل اللاب نص تون على طول ده بيسموه للكورد الميجر 7 الكورد الميجر 7 بس دوت ميجر ميجر 7 يعني ميجر الكورد نفسه والسبعة بتاعته كمان كبيرة يعني ميجر ميجر 7 فبيختصروا دايما بيكتبوه A capital M A G مثلا M A G او M capital 7 ده معناه ان الكورد ده مش سبعة بس مش السبعة الصغيرة لا ده هو كورد ماجير بس سبعة كبيرة الاربيجيو بنعمله صباع التاني على الوتر السادس 2 1 4 دوت الكورد الميجر العادي او الترايد الميجر العادي او الاربيجيو الميجر العادي بس بدل ما هعمل السبعة دي اللي احنا خدناها في الاربيجيو اللي فات هنزل نص تون بعدها بس بالصباع التالت فيبقى 2 1 4 3 وانزل تاني الصباع التالت من فوق انزل بيه بس خطوة لتحت 2 على الوتر التاني في الخانة الخامسة والسول دييز اللي احنا قلنا عليها تبقى بالصباع نمرة 1 على الوتر الاول في الخانة الرابعة وانزل على التانية اللي هي الله اللي هتبقى معايا فنعمله كله على بعضه دول التلاتة الاربيجيوز المقررين علينا في المستوى الرابع نتمنى انك انت يعني حاول تحفظهم مش هيخسروا حاجة في نفس الوقت انت تبقى عارف دايما ان ديت طعمها وصوتها ده ميجر 7 تبقى انت عارف طعم الاربيجيو دوت من اي مكان على الجيتار وتقدر تغير وحاول تسمع عشان تفرق ما بين السبعة اللي هي الدومينانت 7 والميجر ميجر 7 اللي هي السبعة سبعة كبيرة وكمان تفرق ما بين الكورد العادي اللي هو الميجر العادي الترايد اللي هو ثلاث نوت بس اللي هيبقوا في الكورد او في الاربيجيو فحاول انك انت تمرن ودنك بالثلاث اربيجيوز دول مع السلالم اللي احنا خدناها والكوردز اللي احنا هناخدها بعدين واشوفكم الحلقة الجاية